زوارنا الأعزاء موقع ناظور سيتي، مرحبا بكم أينما كنتم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. زوارنا الأحباء، رمضان مبارك سعيد وكل عام وأنتم إن شاء الله تعالى بألف خير. إذا زوارنا الأحباء الأعزاء، في خضم اللقاءات التي تقوم بها ناظور سيتي مع ضيوفها الكرام من أجل تقريبها إلى زوارنا الكرام، نستضيف أحباءنا اليوم في حلقة خاصة شخصية معروفة في مجال تصميم الأزياء، شخص يقوم بتصميم الأزياء لشتى الفنانة سواء المغاربة أو العرب، معروف بحنكته وكذلك بدقته في التصميم. هذا الضيف أحباتنا الكرام الذي نستضيفه في هذه الحلقة هو المصمم الأزياء المعروف سي حسن بوشيخي. مرحبا بك. مرحبا بكم. سي حسن بوشيخي، اعطينا واحد بطاقه تعريفيه قبل ما نوصل لقاء ديالنا باش يتعرفوا عليك زوارنا الاعزاء. في البدايه كنرحب بموقع ناظور سيتي، وكنتمنى الناس اللي كيشاهدونا كاملين رمضان مبارك سعيد، وان شاء الله بصحه وسلامه باش كيتمناو الجميع. في البدايه حسن بوشيخي مصمم ازياء. البدايه ديالي في عالم الموضه كانت منذ سنوات، بحيث كنت كنمارس عدة هوايات، ولكن في الأخير لقيت نفسي يعني كنجذب أكثر في الأزياء، لذلك قررت أنني ندخل أحد المعاهد المتخصصة باش نتقن الموهبة ديالي. إذن سي حسن، حنا كما كنعرفو أنت واحد الشخصية اللي شرفات مدينة العروي بهذا المجال ديال تصميم الأزياء، وصراحة يمكن نقول أنت الوحيد اللي كاين في هذه المدينة هذه اللي كتمارس العمل هذا. فعلا انا لي الشرف انني ابن مدينه العروي، وكنت يعني اول مصمم، اول واحد يعني كيحمل لقب مصمم ازياء امازيغي هو حسن بوشيخي بكل تواضع، ولي الشرف والحمد لله. لكن من بعد بقى كيبانوا مصممين ومصممات، ولكن يعني باقي ما كايناش اسماء بارده يعني على معروفه على الصعيد الوطني. سي حسن، ممكن تقول لنا انت كيفاش يعني بديت تمارس هذه المهنه ديال تصميم الازياء؟ يعني واش كانت عندك هوايه قبل، ولا كنتي يعني ملي كنتي صغير كنتي كنحلم انك تولي مصمم ديال الازياء، ولا يعني حتى يعني وصلت لهذا يعني حتى وصلت لهذا العمل هذا وعاد بعثتي فيه؟ في الحقيقه انا البدايه ديالي كهوايه كان عندي هوايات متعدده، ولكن كلها كانت في اطار واحد او في خانة واحدة وهي الفن، يعني بحيث كنت كنسمع الموسيقى، نشوف السينما، نتابع عروض الأزياء، ولكن في الأخر لقيت راسي من بين هاد الهوايات كاملين كنجذب أكثر للموضة والأزياء، لذلك حبيته أكثر وداك الشيء لأن كان هو طاغي على الهوايات الأخرين. أنت بديتي بالضبط كتمارس المهنة هذي؟ في الحقيقة ما عنديش تاريخ معين، ولكن يعني نقدر نقول من 12 عام او 13 عام. مزيان. كنتي قلتي لنا قبيله يعني كنتي دخلتي لمعاهد خاصه يعني بهذا يعني كيدرسوا لهذا المجال هذا ديال التصميم ديال الازياء، ممكن تقولي لنا تذكرني الاسماء ديال دوك المعاهد اللي وجدتي لهم باش فعلا فاش لقيت راسي انني منجذب لعالم الازياء والموضه، شفت ان الهوايه يعني غير كافيه، لذلك كان من الضروري انني ندخل معاهد متخصصه في هذا المجال باش نتقن الموهبه ديالي، وباش يعني الهوايه ديالي تكون مبنيه على اسس صحيحه، ويعني نمشي في طريق صحيح. وكانت الوجهه ديالي لمدينه طنجه، اللي يعني بحكم انني كنت دوزت فيها فتره من الطفوله ديالي وداك الشيء، لقيتها يعني هي المدينه المناسبه لي اكثر، واللي كنرتاح فيها صراحه اكثر، ودخلت المعهد اللي يعني كبداية دخلت لأحد المعاهد. يعني كيفاش كانت تقدر تحكي لنا يعني أول تجربة ولا أول يعني تصميم خديتيه، وكيفاش كانت التجربة ديالك؟ وبالأخص يعني حنا كنعرفوك مصمم ما شاء الله ديال فنانة كبار. لا. يعني كيفاش كانت التجربة ديالك يعني مثلا كأول يوم كتصمم فيها هادشي شي فنان، أول مرة كتعرف على فنان كتصمم له أو الفنانة كتصمم لها هذا؟ قبل من تصميم الفنانات يعني الأول كان يعني كانت الدراسة، وكان الفرحة يعني بأول تصميم أو لا غادي أول حاجة غادي نديرها يعني بقواعد وبأسس صحيحة، هذيك فرحة أخرى.
بغض النظر عن الفرحة أن كان اسمي بهذه الدرجة تعرف وانتشر في المجلات، مجرد أن اسمي بان في المجلة هذا كان فرحة من نوع آخر. من بعد من بديت كنفهم من الفنانات وبداو الفنانات كيلبسوا يعني أزياء من توقيعي، كانت عاود واحد الفرحة بشكل آخر من طعم آخر. لذلك الحمد لله أنا يعني كنت من البداية كنت الحمد لله حالفني الحظ أنني وهذا كان ظن أنا كان ترجمه بمسألة واحدة هو أنني كان حب هذا المجال عليها يعني الحمد لله نجحت فيه. يعني أنت يعني مزجتي ما بين يعني الموهبة وما بين الحلم ديالك يعني وحققتي. طبعا لأن الهواية هي أصلا كتخلق مع الإنسان، ولكن مع مرور الوقت كيبدا يكتشفها في نفسه داخل نفسه، من بعد كيبدا يعني هذه الهواية كي غادي يدرس وغادي يعني يقراها باش يتعلم الأسس ديالها. نعم سي حسن، تقدر تقول لنا شكون يعني أول فنان ولا فنانة يعني بديتي كتصنف يعني كأول عمل ديالك قدمتي شي فنان يعني يمكن ما كتحضرنيش اول اسم يعني لبست الازياء ديالي، ولكن هناك مجموعه من الفنانات اللي كان لي شرف انهم يلبسوا الازياء ديالي، وماشي فنانه وحده يمكن نذكروا مع حد الارقام. طبعا هناك هدى ريحان، اسماء بسيط، نجمه ستار اكاديمي، هناء الادريسي، هاجر عدنان نجمه ستار اكاديمي المغرب العربي، فاطمة الزهراء العروسي، حسناء زلاغ، لطيفة أحرار، ومجموعة كبيرة، وكان بين قوسين النجم الكوميدي حديدا حتى هو كان لي شرف أنني لبسه. يعني ذاك اللباس اللي لبستي بعدا منين ذكرتينا بعدا في الدنيا يعني واش من اللباس اللي كيقوم به مؤخرا هذا المسلسل ديالو ولا كان لباس شي مهرجان ولا؟ لا كان لباس خاص لواحد الجلسة ديال التصوير لواحد المجلة بالنسبة المغربية المعروفة. ويعني كيفاش لقيتي التعامل ديالك مع هاد الفنانة يعني اللي كتسمو هو الفنان بالطبع ديالو كيكون متواضع وبسيط باش لأن هذا التواضع ديالو والبساطة ديالو هي اللي كتوصلو للجمهور وكيبغي الجمهور، لأنه إذا كان غير ذلك راه غادي يكون بعيد على الناس. وبالنسبة للمعاهد اللي كنتي ولجتيهم يعني شكون هما يعني أشهر المعاهد اللي قريتي فيهم؟ كاين البداية كانت البداية ديالي في معهد الفتح اللي في طنجة، من بعد كان معهد إسباني اللي هو داير فرع ديالو في مدينة طنجة الاسم ديالو مارتي، وكان معهد آخر اللي هو فاشن آرت اللي هو حتى هو متواجد في مدينة طنجة. سي حسن، ممكن تقول لنا كيفاش لقيتي يعني الجديد ديالك في تصميم الأزياء، وكذلك العائلة ديالك يعني كيفاش تقبلت هاد العمل هذا يعني واش كان يعني واش كانوا كيشجعوك ولا يعني كيفاش كان التجاوب ديالك مع العائلة ديالك في هذا الفن هذا؟ هذا سؤال وجيه ومهم. علاش؟ لان فعلا لو ان المحيط اللي انا يعني تربيت فيه واللي هو يعني منطقه يعني بحال مدينه العروين، مجال بحال هذا كيكون شويه صعيب انها يتقبلوا المجتمع ديال العروين. لذلك الحمد لله انا كنت من الحاجات اللي يعني الله يعني كان عطاني فيها التوفيق وحالفني الحظ هو ان العائله ديالي يعني كانت منفتحه وتقبلت، ماشي تقبلت وانما عادي ان امر عادي يعني انني نمارس تصميم الازياء، وبالعكس لقيت من العائله ديالي كل تشجيع وكل توجيه يعني. والحمد لله كما كنا شفنا يعني حتى بعد الجرائد والمجلات كانوا كتبوا عليك بعد انت يعني كمصمم ازياء اللي اشتغل في مدينه العروي بهذا يعني بهذا المهنه هذه، واللي صراحه هو مصدر فخر لابناء مدينه العروي، خاصه يعني انك الحمد لله يعني وصلتي لواحد البلاصه اللي هي يعني نقدر نقولوا لها يعني بلاصه كبيره، وخاصه انك التقيت مع فنانه كبار من بينهم فنان عرب اعتقد. نعم بحال اللي قلتي انا كنت يعني محظوظ ولبست فنانات مغربيات بالإضافة للفنانة لبنانية معروفة واللي هي ابنة أخ مصمم معروف اللي هو إيلي صعب، وأنا كان لي الشرف أنني لبستها هي الفنانة اللبنانية نادين صعب. نعم
تقدر تقول لنا شكون هما يعني المدن اللي كنت كتمشي لهم يعني لي ستاد فوق باش كتصمم لهم هاد الاسئله هادو للفنانين الكبار؟ هي غالبا التظاهرات او المهرجانات كتقام ما بين الدار البيضاء ومراكش، يعني هادو هما المدن الكبار اللي يعني مسلط عليها الاضواء وكيكون يعني كتكون نشيطه في هذا المجال الموضه او في المجالات الاخرى. والدول العربية استخدمت شي شي دول عربية؟ بصراحة كان عندي إن شاء الله غادي تكون عندي زيارة في قطر المرة رمضان إن شاء الله في مشروع عمل إن شاء الله. يعني شي فنان ولا؟ لا هو مشروع عمل غادي ندرس واحد العمل إن شاء الله، ممكن أنه غادي يكون تما واحد فرع أو لا كيحمل اسم حسن بوشيخ إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. سي حسن تقدر تذكر لنا مثلا المده اللي كتستغرقها في التصميم مثلا ديال الازياء وكيفاش يعني هذا العمل يعني انت تصمم الازياء يعني واش كيجي لك عمل صعيب ولا قساح ولا المده اللي كيستغرقها كل تصميم على حسب التصميم النوع ديال التصميم يعني واش تصميم ديال العرائس او التصميم ديال المناسبات او التصميم الفنانه، يعني التصميم هو اللي كيحدد المده ديال المده الزمنيه اللي غادي ياخذها. بالنسبه للسؤال الثاني اللي كان السؤال الثاني اللي طرحنا عليك هو كما قلنا شنو هي يعني العمل واش قاصح ولا صعيب ولا بالعكس فعلا انا كان القراءه ديالي تامه بحيث انني ممكن انني نكون يعني في حالة مزاجية ماشي مستقرة، ولكن كندخل العمل ديالي ونمارس العمل ديالي بالعكس بكل هدوء وكل حب وكل فرح. يعني هنا تقول يعني انت كتمارس المهنة هذه يعني بكل يعني حب بكل يعني فيها واحد بكل حب هذا هو اللي هو اللي خلاك انك توفق في هذا المجال الحمد لله. سي حسن كما كنعرفوا ان هذا التصميم ديال الازياء كنت قلت لي حتى المهرجانات يعني كنت كتصمم في الفنانه كبار يعني هاد التصميم ديال الازياء مثلا في مهرجانات شحال كاع استغرقتي فيهم ديال الوقت؟ ممكن ان القطعه ممكن ان تاخذ منك من 20 يوم من فوق يعني غير باش تصمم وصافي. وبعدا في هذا المجال هذا تقدر تقول لنا شكون اللي يعني واش كاين شي شخص يعني يمد لك يد العون في هذا المجال هذا واش شي صديق ولا شي واحد اللي عاونك في هذا المجال هذا باش تسقط الموهبه ديالك؟ بصراحه الانسانه اللي كانت يعني وراء اللي كانت دعمتني يعني هي الاخت ديالي الله يرحمها، هي اللي كانت يعني هي اللي دعمتني يعني ماديا ومعنويا، ولكن للاسف ما عشت يعني باش تشوف معايا يعني وتعيش معايا النجاحات ديالي، ولكن الحمد لله انا ما خيبتش الامل ديالها وانا الحمد لله الحمد لله توفقتي وحققتي المراد ديالها الحمد لله ورحمه الله. سي حسن تقدر تقول لي يعني شي كلمه لكل زوار من قناه سيتي ولا شي عندك شي اهداء ولا شي سلام باغي توصلوا لشي واحد بوابة ناظر سيتي مفتوحة وتقدمها؟ الأول أنا في الأول شكرت ناظر سيتي وفي الأخير كنشكرها، كنتمنى للطاقم ديالها رمضان مبارك سعيد، كنتمنى لهم التوفيق في العمل ديالهم، إن شاء الله يقدموا الأحسن والأجمل لكل الناس اللي كيصفحوا الموقع ديالها ويلقوا فيه يعني كل ما يلبي الرغبات ديالهم، وانا كنشكرهم مره اخرى على هذه الزياره وكنرحب بهم في اي وقت. النداء ديالي اللي كنبغي نوجه نداء لكل سكان مدينه العروين خاصه الشباب ديال مدينه العروين، كنقول لهم اللي عنده شي موهبه يحاول انه يفرضها باش توصل للناس، لان الا بقاو ساكتين ومخبعين المواهب ديالهم ما غادي يشوفها حتى واحد وغادي تدفن معاهم، وكنظن هذه خساره كبيره. نعم وشكرا. سي حسن كنشكرك معنا في هذا اللقاء الحميم اللي قمنا فيه يعني بهذه المناسبه الخاصه، وكنشكرك لانك عطيتينا واحد الوقت ديالك اللي ساهمت لينا به. واذا زورنا موقع ناظر سيتي نشكركم على متابعتكم، وان شاء الله تعالى نضرب لكم موعدا مع لقاء آخر ومع شخص آخر، وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله.